نروح للقاءات بعد المباراة، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل الكابتن محمد إسماعيل مدير قطاع الناشئين بنادي إنبي. الحمد لله رب العالمين، طبعا بحمد ربنا وبشكر فضله على النتيجة والأداء. طبعا يعني الاستحواذ اللي احنا شغالين عليه من أول الموسم بنسبة مثلا أكتر من 90%، الحمد لله رب العالمين. بس اللعيبة اتدلعت، يعني احنا الماتش الأولاني كسبانين بسكور كبير، الماتش الثاني بسكور كبير، ماتش إنبي الحمد لله رب العالمين، الماتش اللي فات ماتش المقاولين 4-3، احنا اتدلعنا في الشوط الثاني. الناس اللي نزلت الشوط الثاني ناس اتدلعوا، الناس بتاعت نص الملعب برضو بيلعبوا برعونة. فريق الإسماعيلي كانت أول حوالي 20 دقيقة بتجارينا كشغل بدني أو كناحية بدنية، عندها المخزون البدني لسه. ولما ضاعت من فرصة كده الشوط الأولاني، الشوط لما جبنا جون الفرقة خلاص يعني استسلمت خالص، كنا ممكن نجيب 3 و4 و5، وده اللي مزعلني. احنا عندنا ماتش فاركو ان شاء الله باذن الله يوم السبت، وفاركو من الفرق اللي بتنافسنا ماشيه معانا اول، هي وفرقه الاتحاد وفرقه السيراميكا، ما كان في 3-4 فرق ماشيه معانا اول كسبانه الماتشات كلها، بغض النظر طبعا عن الاجسام وبغض النظر عن حته التسنين والتزوير دي انا ماليش فيها طبعا، ما اتكلمش فيها. بس احنا في النادي الاهلي انا ما اقدرش اتكلم في الحته دي، خلاص احنا بنلعب الفرقه اللي قدامنا بامر واقع، واي حد بيتكلمه يقول لك انت النادي الاهلي. فالحمد لله احنا بغض النظر عن حته الاجسام ديت، احنا الفرقه فرق كوره ما شاء الله، الفرقه اداءها كويس من اول السنه، عاملين فتره اداء كويس. البرنامج هيمشي عادي، عندنا ماتش ودي ان شاء الله باذن الله بكره الاولاد اللي ما لعبوش، وبعد كده ان شاء الله في راحه يوم الاثنين، يوم الثلاثاء هنبتدي ان شاء الله باذن الله لو في سي دي هاي ولا حاجه اشوفها بس الفرقه فاركو وهنشتغل عليها ان شاء الله. كان الماتش صعب، بس الكابتن كان عايزنا نكمل زي اول الماتش، بس احنا في الاخر هدينا وبدأناش زي اول ماتش. هو الكابتن كان عايزنا نعمل سكور، بس احنا وقفنا على 2. احنا يعني جبنا في الشوط الاولاني كانت الكوره ما كانتش ماشيه معانا في اول الماتش يعني، بس باذن الله الحمد لله يعني ربنا كرمنا وجبنا الجون الاول في الدقيقه 45 باذن الله. وجينا الشوط الثاني بقى نزلنا بقوه، بس يعني جينا في اخر الماتش ما كانتش ماشيه معانا، ما كناش عارفين نلعب شويه كده، والحمد لله يعني على المكسب باذن الله ان شاء الله نستعد له. يعني احنا مستعدين اصلا من قبل الاسماعيلي، مستعدين لماتش فاركو ده، وباذن الله نكسب سكور باذن الله. يعني فعلا كنا ممكن نقدر نجيب جون واثنين وثلاثه، وده اللي الكابتن اسامه والكابتن خالد بيبقوا بيتكلموا معانا فيه، وان شاء الله بعد كده ما حدش هيحصل كده، وان شاء الله او بنجيب جون والثاني والثالث، وان شاء الله نكسب فرق سكور كتير كل ماتش ان شاء الله. هو الحمد لله الاهلي دايما رقم واحد دايما في الاول، بس برضو احنا ماشيين طول الموسم ماشيين كويس، عايزين اكتر وعايزين ناخد البطوله ان شاء الله. ان شاء الله مستعدين ان شاء الله، وان شاء الله الدوري كله بتاعنا مش ماتش فاركو بس، مستعدين لكل الماتشات والماتشات اللي جايه كتير، ومستعدين لها كلها، وان شاء الله نكسب كل الماتشات ان شاء الله.